يمكن زي ما قلنا في المقدمة أنا وأشرف إن العيد بيبقى الموسم للعرايس، بنات كتير جدا بتحب تعمل أفراحها في العيد، وده كمان غير سهرات العيد والخروجات اللي بتبقى موجودة في العيد، ساعات كمان بيبقوا في بنات بيتخطبوا أو بيكتب كتابهم. عامة هو المكياج جزء أساسي لا يتجزأ من حاجة الست، يعني زي ما احنا بنظبط شعرنا ونظبط لبسنا لازم كمان نظبط مكياجنا، وعشان كده يسعدني إن يكون منورني النهارده في الاستوديو خبيرة التجميل سماع الملط. برحب بيكي، نهارك سعيد. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وأنتي طيبة. وحضرتك طيبة. وطبعا معانا منى وهي الموديل اللي هتبقى معانا النهارده واحنا بنعمل المكياج، مظبوط؟ مظبوط. كل سنه وانت طيبه يا منى. في البدايه يا سما انا عايزه يعني اعرف الالوان الموضه السنه دي، احنا عارفين ان كل سنه الموضه بتتغير، السنه دي بقى ايه الالوان اللي طالعه موضه؟ هو انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، انه بعكس ما البنات كلها متخيله انه الموضه بتتغير من الالوان، لا احنا دلوقتي الموضه مش بتتغير من الالوان، دلوقتي حضرتك تقدري تعملي اي الوان على يعني توفقي اللوكات مع بعض، بس الموضه بتختلف من انه الموضه السنه دي مط الوان مطفيه، ولا الموضه السنه دي الوان جليتر، ولا الموضه السنه دي الشيمر، ولا الموضه السنه دي النود، ان الالوان تبقى هاديه قوي، ولا الالوان تبقى صارخه قوي. هو يعني الموضة بقت في التكنيك أكتر أيوة منه بالظبط، أكتر من الألوان، لأنه العالم كله دلوقتي خلاص بقى بيحط ميك اب، فأنت ما تقدريش تتحكمي في ذوق الناس كلها، فالبلوجرز خلاص سابوا الموضة ليكي أنت اللي ليه معاكي، بس هما بيدوكي الخطوط العريضة بس، إنه السنة دي ما تطفيش الألوان، فأنت اعملي كل الألوان اللي أنت عايزاها على إنها تكون بتلمع وتكون هايصة، يعني السنة دي مش مط، لا لا خالص جليتر بقى جليتر ونلمع وهايلايت الله يديني بقى في المدندش. ايوه بالظبط كده. في كمان حاجه طالعه موضه، هي طالعه موضه بقالها كذا سنه، بس هي كمان مش بس فكره انها موضه، ولكن هو يعتبر تكنيك جديد في المكياج بينفع جدا وشنا، وهو الكونتورنج. صح صح تمام. عايزه اعرف الكونتورنج او نوري الساده المشاهدين نعمل الكونتورنج ازاي. تمام. طبعا هو بيختلف من وش من واحده لواحده، بس في البيزك بتاعه، يعني في الشكل الاساسي بتاعه اللي هو حضرتك بتخفي بيه اي عظم في الوش، يعني العظم بتاع الجبهه، ويكون حاجه خفيفه جدا، لان الكونتور بيغمق درجتين، فاحنا هنا في مصر مش بنحب خالص نغمق خالص، احنا عندنا مشكله ان احنا كله عايز بياضيني بياضيني بالظبط، حتى لو نيجي نحط كريم اللي هو الفاونديشن بيطلبوا منك ان انت تفتحيني درجه او تفتحي درجه او درجتين، وده غلط. صح. المفروض الفاونديشن كل مهمته في الحياه انه يداري بس لو في نمش، لو في حبوب، لو في احمر، كده بس مش اكتر. فاحنا دلوقتي هنعتمد على لونين، هو في كونتورنج بيعتمد على كذا لون، بس الاساسي ده البيزك كونتورنج ده اللي هو كدا. الغامق والفاتح، لو بتفتحي حتت وبنغمق حتت، بنلعب بالاضاءه بحيث ان احنا بنصغر الجبهه، بنرفع الخدود، بنصغر الانف، كده. فهو البيزك بتاعه ان احنا بنداري العظم بتاع الجبهة وبنرفع وبتبرزي الحاجات اللي في الوش اللي عجباكي. بالظبط كده بس، وبندمجه مكانه، هو بسيط جدا، وبعكس ما البنات برضو كلها فاكرة ان هو محتاج مجهود كبير، لا خالص، يا دوب هم حاجه بسيطه جدا حطيناها. انت بتسيحيها بدي اسمها الكابوتشا براش تقريبا، صح؟ ايوه. وفي ناس بتستخدم دي اللي هي السفنجه البيوتي سبونج. البيوتي دي انا بستخدمها في الفاتح، انا دي بحب استخدمها. اهم حاجه وهي بتعمل بتدمج الكونتورنج ما تروحش يمين ولا شمال، يعني يا دوب هو في مكانه بس كده مش اكتر. على نفس الخط اللي على نفس الخط يا دوب بس، مش بتخلي انه في احنا مثلا عاملين نقط، لا ما تخليهوش نقط كده، تخليه المنطقه كلها اغبق من المنطقه اللي جنبها مش اكتر، نسيحه كله بحيث انه يبقى كانه مدموج مع ايوه مع الوش. مع الوش. طبعا في فيديوهات كتير جدا منتشره على موضوع الكونتورنج، هو في طرق كتير جدا، انه لما انا باجي اجرب اعمله في البيت بياخد مني وقت طويل 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 طويل. لا جداً. هو احنا دلوقتي عملناه ما كملش اهو 3 دقايق بالظبط، يا دوب بنحط النقط دي في الاماكن زي ما احنا عارفينها، وبندمج الفاتح. وفكره الفاتح ده مش بيبقى فاتح قوي عن اللون اللي انت حطيتيه التاني اللي بنقسم بيه الوش؟ لا هو كل الكونتورنج طبعا كغامق وفاتح احنا ما نقدرش نسيبه كده، احنا اي حاجه ليكويد بنحطها على وشنا لازم نقفلها
باللوس، لان ما ينفعش نحط برايمر ونمشي، ما ينفعش نحط فاونديشن ونمشي كده، لازم نقفله، نقفل المسام بتاعت الليكويد بحاجه بالباودر علشان خاطر حتى لو حاجه خفيفه عشان ما نعملش طبقه بس كده. طب سؤال، لو انا عملت كونتورنج وعايزه احط باودر، هل احط باودر غامق على الغامق وفاتح على الفاتح ولا عادي؟ لا 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 خالص، احنا هنحط، انا هوري حضرتك، ده بالنسبه للحاجات الاساسيه بنحط حاجه خفيفه جدا جدا من اللوس، يا دوب بنقفل بس، وبالداري كمان المساحه اللي بين البني والابيض عشان ما يبقاش فرق قوي. بالظبط، هي بتخلي الوش كله هو منحوت بس في نفس الوقت درجه واحده. يمكن احنا شايفين ان الخدود عند منا بدات ان هي تترفع، تظهر تظهر شويه يعني. تحت العين كمان بنهتم بيه، ان احنا انا بفضل دايما الانف وتحت العين يكون ليها الفرش بتاعتها، حتى لو البنات وفقت فرش لوحدها خاصه بيها علشان خاطر الالوان ما تختلطش او كده. بالظبط. بس احنا عملنا الكونتورنج في دقيقتين. الكونتورنج ده البيزك خالص، ده الاساسي، وبعد كده خالص. نعمل بقى الالوان والرسمه اللي احنا بقى نفسنا فيها. صح صح بالظبط. هو بيختلف من واحده لواحده عن طريق ان في ناس الجزء ده بيتنحت عندهم عشان لو عايزه ترفع الخدود اكتر، وفي ناس الجبهه بتاعتهم عريضه، فبدل ما يبقى لونين بتعمل ثلاث الوان علشان خاطر يبقى فيه تدرج. هو في الدرجات هيعمل زي اضاءه، لعب بالاضاءه شويه. بالظبط. هو الكونتورنج عباره عن لعب بالاضاءه. الهايلايتس او اللي هي اللي بيبقى فيه دلوقتي زي نوع، ممكن يبقى بودره وممكن يبقى حتى كريم، اللي هو بيقولوا ان انت ممكن تحطيها في اماكن بس كده على الخدود، او تقدري تحطيها مثلا تحت الدقن او فوق عند الشفه الارنبيه مثلا. دي مهمه برضو، بتدي شكل. والله هو السنه دي طالعه موضه قوي، يعني هي طالعه موضه من يعني من كام سنه الهايلايتر والاضاءه العاليه دي، بس السنه دي الاتجاه بتاعها بقى قوي جدا، فبتلاقي عند البلوكرز عموم الوش كله هايلايتر فظيع. ياه والله. كمان طب بس ورينا ازاي بنحطه، يعني عشان ما انا هوري حضرتك صعب. يعني انا بعد ما اتعلمنا مكان الكونتورنج دلوقتي انا مش لاقيه مكان الهايلايت. لا انا هقول لحضرتك، احنا هناخده مكان مكان. دلوقتي احنا هنبدا نرسم العين. اوكي تمام. ففي اماكن في العين احنا بنحط فيها هايلايتر زي الكورنر بتاع العين. الكورنر بتاع العين وتحت الحواجب في الاخر. دلوقتي يا سما في ناس كتير جدا بتحاول او بتعمل افراح او دورز وبتبقى ممكن بتبقى نهاريه او صباحيه اكتر. ساعتها بتعملي ميك اب ازاي؟ وطبعا مع جو مصر والحر، وانت عارفه ان الميك اب ممكن يسيح او ممكن العروسه تعرق او كده، فبالتالي بتقدري تثبتي المكياج ولا بتعملي مكياج مثلا يناسب الجو، ولا بتعملي ايه؟ والله هو بالنسبه لثبات الميك اب، طالما احنا بنستعمل برايمرات عاليه هاي اند وكل الماتيريالز اللي احنا بنستعملها هاي اند، فهو مش هيسيح. بس انا عن نفسي بنصح العرايس انه لما يكون في حاجه زي كده بالنهار وهتقعد طول الليل، ان الميك اب ارتست تبقى معاكي طول اليوم وتعملي لوك بالنهار وتقليه لليل، لان اصلا الميك اب الفول ميك اب كمان بتاع العروسه بيبقى مرهق جدا بالنسبه لها، انه كل ده زي الماسك. أيوة يفضل طول اليوم على وشها ووشها مش بيتنفس، فهي بتيجي بالليل مش الميك اب بيسيح، هي وشها بيبقى مرهق قوي. البشره ما اتنفستش. بالظبط كده. فبالتالي انا بفضل انه بدل ما انا اعمل لوك واحد يفضل معايا طول اليوم، انا ممكن اقسم اللوك على مرتين. يعني انه اعمل لوك مثلا البيزك بتاعه وحاجات نود وهاديه وبس لاينر خفيف الصور بالظبط كده الوقت الصباحي، وبعد كده انتقل بالليل بقى اعمله سموكي واكمل اللاينر وارسم العين كله واتقل الرموش واتقل الكونتور والهايلايتر والروج، هيدي معاها لوك حلو قوي. هي كده كده هتتصور طول اليوم. أيوة. فهيبقى زي ما تكون هي عملت لوكين. وبالنسبه لي ما عملتش لوكين. ويا سلام لو غيرت فستان كمان تبقى كده ايه كانها عملت فرحين. احنا دلوقتي بنقسم العين. احنا حطينا البيز شادو، ودي حاجه مهمه جدا للبنات. انا عايزه البنات تعرف ثقافه البيز شادو، لان البنات كتير جدا بتشتكي من ان الشادو بيسيح معاها، او ان هي بتجيب شادو غالي جدا ومش بيبان. في حاجه في الشادو اسمها البيجمنت. البيجمنت دي يعني مدى قوه اظهار اللون. ايوه. فلما حضرتك بتشتري اي
علبة شادو او بلاش او الحاجات دي، لازم تسألي على البيج منت بتاعها قوي او لا. والله دي معلومة انا اه اول مرة اعرفها. بالنسبة بقى لان احنا مثلا هنستخدم حاجة في العين، فلازم المفروض البيجمنت بتاعها يكون قوي لان العين لازم تظهر قوي. ايوه. غير كده لازم كمان ما يعملش خطوط، لو انا هقعد كام ساعة هو ما يعملش معايا خطوط وما يسيحش لان بيبقى منظره مش لطيف خالص. طبعا. فزي ما بنستخدم برايمر للوش، احنا بنستخدم برايمر للعين برضو اسمه بيز شادو، باختلاف طبعا الماركات بتاعته. وبعد كده احنا بعد ما بنحطه بنستنى بس ثانية ان هو ينشف ينشف وكده، علشان خاطر هو للأسف لما بيبقى كتير او لسه ليكويد بيشد الفرش بيقطعها وبيلطش. فدي برضو معلومة للبنات اللي عايزة تستخدم البيز وبعدين بتقول بيز مش بيبقى مش حلو بيبقى معاها، حلو. فهي اوكي. لازم تحطه وتصبر مثلا ثانيتين او حاجة علشان خاطر يبقى كويس معاها يعني ان هي ويعمل معاها تقدر. أداء. هل في الوان معينة ثابتة ممكن تليق على كل الوان البشرة؟ والله هو برضو في لوكات بقت خلاص، هي دي برضو من البيزكس بتاعت الميك اب، البنات كلها تقريبا بقت ابتدت تحفظها. اللي هو السيمبل لوك ده، الالوان الفواتح الهادية قوي. كمان احنا دلوقتي هنقول التقسيمة بتاعت العين نفسها عشان خاطر بغض النظر الالوان اللي هي تحطها او اللوك اللي هي هتعمله، هي لو فهمت تقسيمة العين كويس هتبقى عارفة ترسم خلاص عينيها اه هي ازاي. هتبقى عارفة ايه اللي المفروض تحطه. احنا بس دلوقتي احنا بنرسم الحواجب رسمة خفيفة جدا علشان خاطر العين تبان معاها. ممكن نصيحة للبنات أو الستات اللي بيتفرجوا علينا بخصوص الحواجب، لأنه أنا بلاحظ أنه مؤخرا في ناس كتير قوي بتحب تكبر الحواجب قوي، اه ومش عارفة إن كان ده طالع موضة ولا لأ يا هو سما، للاسف طالع موضه، بس مش حلو، مش لايق على كل البنات، يعني لا مش مش كل البنات. لايق لا خالص، وخصوصا البنت اللي ملامحها صغيره وتلاقي حواجبها عريضه جدا. بتبقى عاملة زي الأشكيف. اه بالظبط، انتي خلاص يعني انتي ربنا خلقك مسمسمه، ليه عملتي في نفسك كده يعني؟ يعني هي ممكن تكبر لو هي ملامحها صغيرة والموضة الحواجب التخينة، هل ممكن تتخن سنة صح؟ ولا برضو ما يليقش لا عليها؟ حاجة بسيطة جدا، ولو هتتخن ما تعملش فرق بين الحواجب والشعر. واللون اه والشعر اللي هي عاملاه، يعني ترسم شعرة شعرة بحيث ان تبين ان هو اللي حاجبها تقيل مش اللي هي عاملة فرق رهيب ده. فباين كمان احنا في حاجة مهمة جدا في الحواجب انا عايزة اقولها، ان انت لو سرحتي بس الحاجب، لو سرحتي كده بس الحاجب بينقسم لثلاث اقسام، منبت الحاجب من قدام ايوه. والوسط والديل. حضرتك لو سرحتي منبت الحاجب ده لفوق والديل. وورا ده سرحتيه في اتجاهه والديل سرحتيه في اتجاهه، مش هتحتاجي اصلا انك ترسمي حاجبك بالطريقه الفظيعه ولا الكلام ده كله. احنا المفروض رسم الحواجب ده ليه؟ عشان خاطر الحواجب ما يبقاش فيها فراغات، ما يبقاش الشعر منعكش، ما لا، يبقاش وطبعا كمان ان احنا بيبقى كلنا عندنا حاجب وحاجب اه كستات، بالظبط. فبنحاول نقربهم من بعض. اه بس هو على فكرة الموضة بقى اللي طالعة جديد السنة دي ان انت ما تعمليش حواجبك يكونوا زي بعض، تعمليهم بطبيعتهم وتعمليهم 3D، يعني مثلا بس يا دوب شعرة شعرة، انت تزودي بس شعرة شعرة، مش خط بالقلم لا لا زي مش زمان خط. بقى. وكمان في منبت الحاجب زي ما هو ربنا خلقه خفيف في انت نفس كمان تخفيه الاتجاه كمان بتاع الشعر. في نفس الاتجاه بالظبط كده. دلوقتي احنا هنتكلم بقى عن الاماكن بتاعت العين. هو الميك اب عموما لو فهمت تقسيمات الوش زي ما احنا شرحنا التقسيمة بتاعت الكونتورينج، شرحنا التقسيمة بتاعت الحاجب، برضو هنشرح التقسيمة بتاعت العين، فهي هتقدر تتقدم كتير جدا في الرسم الشادو بتاعها. العين من فوق في عندنا الكورنر بتاع العين وتحت الحاجب، دول دايما لازم يتعملوا بلون شيمر فاتح او لون هايلايتر. شيمر يعني لون مضيء، مط يعني لون مطفي، اوكي. تمام. دي العظمة بتاعت العين او الكريز، الكريز دي لازم بنعمل فيها لون مط بغض النظر بقى فاتح او غامق. لازم اه بس يبقى مط، ما لازم مط ينفعش نوي ان هو اوكي. يكون شيمر، يعني متخيله هي بترفع عينيها شمر وهنا في شمر في شمر، الشيمر هي غامق. كله هيسيح في اه بعضه، بالظبط هتبقى عينيه كده. منوره. المفروض ان اللون ده هو بيكون الكونتورينج بتاع العين اللي بيقسم العين ما بين تحت الحاجب والجفن المتحرك اللي اوكي. هو الايليد. العظمه والايليد دايما عكس بعض،
يعني لو حضرتك هتحطي هنا لون غامق يبقى بره حطي فاتح. هنا افتح منه في الكريز. لو هتحطي في الايلد لون فاتح فاتح هنا غمقي، علشان خاطر ايه بقى ما يبقاش فاتح 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 فتدي بهتان، وما يبقاش غامق 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 فتبقى اوفر طالع لحد حاجبها. اوكي. فلو عملتيهم عكس بعض زي ما احنا ما هنعمل مثلا دلوقتي، يعني احنا دلوقتي حطينا لون كده فاتح. لا هو ده في الميك اب يعتبر غامق، لا مش في ال... انا قصدي في ال... تحت الحاجب حطينا فاتح، تحت الحاجب حطينا الهايلايتر. فدلوقتي بتحطي في على الجفن الغامق. بنحط بالظبط كده. احنا دلوقتي بدأ بنعمل زي لون دمج كده بينهم. دلوقتي خلاص الموضة كمان يعني بقت واسعة، بقى في البليندنج، بقى في تدمجي، وبقى في انك تعملي كات كريز كده خط كامل، بقى في كل حاجة خلاص، يعني ما بقيتيش مقيدة الا بس بان انت تعملي الميك اب يكون مظبوط بس. هو ده الموضوع. ايه اكتر الاخطاء اللي الستات بتعملها وهي بتحط ميك اب سهرة؟ اكتر الاخطاء ان هي اولا، بصي هو كل حاجة بصراحة بيعملوا فيها أخطاء، مش عارفة أبدألك منين ولا منين نبتدي فعلا. بالفاونديشن وبعدين ماشي. نخش على ال طيب أولا مش بتحط برايمر، ما عندهمش الثقافة بتاعت البرايمر، وبعدين أي. ترجع تقول هو ليه الميك اب بيسيح. أوكي. خلاص. ثانيا بتختار لون فاونديشن فاتح قوي عنها وبيبقى شكله أزرق، يعني هي بتطلع زرقاء مش بتطلع بيضة، وهي متخيلة إن هي كده حلوة. والكونسيلر تمام. كمان قبل حدث ولا الفاونديشن حرج على الكونسيلر. لا ده ازرق افندي. ما هو انا هقول لحضرتك ليه بقى، علشان خاطر احنا قبل ما بنحط الفاونديشن لازم نحط حاجه اسمها كوريكتور. ده بيكون لونه اورنج، بنحطه على الهالات. ايوه ساعات بلاقي علب صغيره في المكياج اللي هي بتبقى فيها جزء اخضر وجزء مثلا اورنج وجزء، يعني بيبقى فيه انواع فاونديشن ملونه شويه. لا ده مش فاونديشن بقى، ده اسمه كوريكتور. الكوريكتور ده وظيفته ان هو لو في اي هالات او في حبوب او في اي حاجه من الحاجات دي يداريها. يداري كل ده. تمام. كمان انا عايزه الفت نظر الناس انه لو انت حاطه بيز على جفن عينيكي لو في اي حاجه وقعت مش هتلزق. اوكي. مش هتلزق على الجفن نفسه، فبالتالي انت كده بتعرفي تتحكمي بالظبط في الدرجات اللي انت عايزه تحطيها. خلاص. فزي ما اتفقنا مش بنحط كوريكتور. الفاونديشن بيختاروا، بيختاروا لون فاتح قوي ظنا منها ان هو ده هيفتحها. على فكره مش الفاونديشن اللي بيفتح، الباودر هي اللي بتفتح. الفاونديشن كل وظيفته في الحياه يداري. ان هو بس يخلي يداري العيوب بتاعه البشره في مرحله اللي هي مرحله التغطيه وبس. كل الموضوع انه يخلي البشره لون واحد، بحيث ان هي لما نبدا بقى نحط، لان كلنا بشرتنا برضو مش لون واحد، بيبقى في حته مثلا سمرة شويه، بيبقى في حته مثلا فيها بعض حب الشباب. أيوة فبالتالي احنا لازم كده نعملها ميه واحده يعني. بالظبط كده. بس بعد كده بنبدا بقى بعد الفاونديشن كمان. لو بتحط كونتورنج يا ريت تاخد كورس ميك اب حتى لو حاجه خفيفه، او تدور على اليوتيوب، او يعني يا ريت تعمل حاجه بالعلم، مش تعمل كده بس من غير ما تبقى فاهمه اي حاجه فبالتالي الدنيا تبوظ. ايوه. خلاص احنا كده قربنا نخلص. خالص قربنا خالص. احنا بنحط تحت كمان نفس الدرجه اللي هي احنا حطيناها فوق. اوكي. عشان نعمل تدرج كده في العين. وبعد كده هنبتدي نحط بقى الرموش. لو هي حابه رموش، مش كل البنات كده بتحب الرموش. لا انا بس عايزه اقول ان لو واحده عينيها واسعه زي منا كده ما تحاولش ان هي تحط الوان فاتحه من تحت، يعني ما تحاولش في جوه العين تحدد بلون مثلا فاتح ابيض او بيج او الحاجات طبعا. دي خالص. لازم اسود، رمادي، بني، اللي هي السكه دي صح او بلون اللينسز، أو يعني حاطه لون، حاطه لينسز مثلا زرقاء ما فيش مشكله تحط لون ازرق، حاطه لينسز خضراء عينيها نفسها لونها كده هيدي ضي كده، ضي تحفه، هيدي ضي جميل جدا. بعد كده احنا
بنحدد بقى الوش بالكونتورنج الباودر. وانا عايزه اقول ان الكونتورنج الباودر بيغني عن الليكويد، لكن الليكويد ما يغنيش عن الباودر. يعني انت ممكن تحطي الفاونديشن، تحطي عليه اللوس باودر وتحطي كونتورنج باودر. لان هو ده اللي بيدي شياكه للميك اب اصلا، وانه تبقي انت كده عامله ميك اب شيك. لكن لما تعملي الليكويد بس مش هيبان، مش هيبرز غير لو حطيتي له الباودر. ايوه. سما الملط خبيره التجميل، كالعادة وقت الفقرة بيخلص معاكي بسرعة جدا، وكل مرة بتعلميني او بتديني تيبس كده جديدة في المكياج. بشكرك جدا جدا جدا، ونتمنى ان كل النصايح اللي هي قالتها للسادة المشاهدين تكونوا استمتعتوا بيها. بشكرك جدا يا سما، وكل سنة وانتي طيبة. حضرتك طيبة، ميرسي جدا. تعالوا نطلع لفاصل ونرجع لكم تاني.